طيب بس هذا الرقم عم يزعجني على طول، يعني كيف قدر أوصل لهذا الرقم؟ شو أعمل أنا هلأ؟ الرقم اللي عطيتيني إياه مو موجود، بعتذر منك. أي خدمة مدام؟ يسلم، وبصراحة ساعدتيني عن جد. زهرة؟ مين زهرة؟ مين هاي زهرة يعني؟ أنت لشو عم تخططي يا هاندا؟ أهلا فيكي. وين أمينة؟ بغرفتها. مينة؟ أهلا أمي. أنت جهزتي مفاجأة عمتي؟ شو هي؟ بترجاكي تقولي لي شو هي؟ خدي مفاجأة عمتك. بس هاي كرة تلج. ايه. انت اخدتي الرقم السري تبع موبايلها مشان هاد؟ حبيبتي مينة، انت ليش كثير بتسألي؟ اخدته للسبب يلي اخدته من شانه. بدك تفاجئي عمتك هلأ ولا لا؟ بدي بس فكرت رح يكون شي تاني. اعطيني اياها لكن ما في مفاجأة. بس امي. شو بس يا امي؟ نحنا كنا بدنا مفاجأة، بس بما أنه حضرتك ما عجبتك ما رح نعطيها إياها. للأسف عمتك كانت رح تفرح فيها كتير. عجبتني أمي، والله عجبتني. بترجاكي نعطيها لعمتي، الله يخليكي. لا، أنا زعلت كتير، أنا تعبت كتير ورحت على السوق وتعذبت لحتى لقيتها. طيب، الظاهر ما بتحبيني. لو بتحبي أمك كنتي حبيتيها، عكلين مو مشكلة، أنا رح أخذها ورجعها. أصفة أمي، أنا بحبك كتير. أنتي بتكوني أمي، ومعقول الأولاد يكونوا ما بيحبوا أمهم؟ بترجاكي نعطيها لعمتي إذا بتريدي، لو سمحتي. رح أعطيكي الهدية بس بشرط. لا تقولي لحدا إنه أخذنا الرقم السري تبع تليفون عمتك. طيب بوعدك ما رح أقول لحدا أبدا. حلو، لكن خدي. شو رأيك نزين الهدية في ورقة بغرفتي؟ يلا إذا سمحتي. يلا تعرف أنا شو رأيي؟ بما أنه هاندا رجعت لوعيا لاقي لها شغل، يعني بتتسلى، شو رأيك؟ شكلك لقيتي لها شغل يا أمي. إيه، فكرت بالمؤسسة. حبيبتي هاندا، أنت ما بدك تشتغلي بالمؤسسة، يعني شوفي هلأ ما تقولي أي شيء. منروح سوا فترة إذا حبيتي وتشتغلي، إذا عجبك الشغل ساعتها فيك تكملي فيه. أمي، رح جيبها هلأ. يلا جيبيها. شو عم بصير يا أميرة؟ جهزت بنوتي مفاجأة صغيرة لعمتها. يلا لنشوف. برأيي إنك فكرتي بطريقة منيحة كتير يا ماما، رح ينفع هالشغل لهاندا كتير. زهرة، مو كانت زهرة المرة يلي اشتغلت بالمؤسسة؟ اسم زهرة مرة من فترة طويلة كتير. شو العلاقة؟ من وين اجى عبالك هلا؟ شو بيعرفني؟ بصراحة أنا ما حبيت هالمرة أبداً أساساً من لما شفتها.
اللي هديتك عمته. يلا صوفيا. ما عم بفهم ليش الناس بتحب هاي الشغلات. مهما كانوا حلوين من برا هنن بقفص من ازاز صح؟ بس من الواضح انه مينا عم تفكر فيكي. انت بتشبهيها كتير. ايه عن جد بتشبهيها. وأنا ما بندهش طبعاً. إيه صحيح ليلي، أنتي لوين رحتي الصبح بكير؟ ما بدك تقليلي وين كنتي؟ من سؤالك مبين انك بتعرف كل شيء. تعرف عن شو عم بسأل؟ رحت على الشرطة وخبرتهم عن كل شيء. ما قلت انه هربت. رحت على المشفى واخذتني لهنيك وجبتني على البيت وكمان ما قلت شيء. ما قلت شي أبدا. وكمان بتعرف لوين رحت مع جينجو؟ وأنت ما حكيت بنو. لسه عندك شك إنه عندي مشاكل نفسية؟ كنا منتفق لما كنا صغار يعني قبل ما أنا ضيع حبيبتي زهرة. زهرة ليلي، انت منيحه؟ مات؟ جاوبيني. مات؟ انت منيحه؟ مات؟ ها؟ شو صار له؟ مات؟ 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 ايه مات. مات.
يا رب ما يصير شي سيء لزهرة، يا رب دخيلك ما يصير لها شي سيء. شو؟ أمي ما عم يرد. يا الله وينه؟ أمي شو عم يصير لك؟ أنت منيحة؟ لازم نلاقيه سركان، سركان هو بيعرف شو لازم نعمل. طيب طيب شو صار؟ هاندا مانا هون، مانا هون. أكيد أكيد رح يعملوا لهالشي، متأكدة رح يعملوا شي لهاندا. أمي من شأن الله قولي لي مين هن وشو بدهم يعملوا لهاندا؟ وينك يا ابني؟ أنا أنا لوين؟ بس ليش؟ لوين؟ لا تروح، ما راح أتركك هاندا. لا تروح وتتركني لحالي هون. ما راح أتركك، رايح وراجع لعندك. الله يخليك، لا تروح. جاي، لا تخافي هاندا، لا تخافي. لا تروح وتتركني، أنا هون راجع. لا تتركني، ليكني راجع لعندك فورا، لا تخافي. استنى، لا تتركني. ألو سركان، وينك يا ابني؟ سركان ابني، شوفي ابني، احكي شوفي. أمي سركان يا أمي، قلي شبك. أمي شوفي شو عم يقلك، احكي. سركان أمي، سركان أمي، أمي اللي شوفي بترجعك، اللي شوفي. زهرة، زهرة، الحمد لله يا رب.
سركان. خير، شو صاير؟ تفضل سيدي. تفضل مفتش بايرام. مثل ما بتعرف قضية صالح شمشيك أنا مستلمة. سمعت إنه انقتل، كيف صار هيك؟ لسه لهلا ما أخذنا الإفادة، فيك أنت تفوت بلش بالتحقيق. خالتي شوليا، خالتي شوليا، ابني سركان، سركان ابني شوفي ليش انتو هون؟ سركان شو صاير؟ شبكون؟ قولوا شي، شو عامل؟ بايرام، سيد سركان، ست هاندا، تفضلوا لو سمحتوا. وأنا كمان جاي معكم. أنت؟ أنا محامي جينجو يامان. تفضل. أنا ما عم أفهم شي، يعني شو بده يكون عامل حتى ما عم يخبرنا شي؟ بايرام، هلأ خبرني شو في وشو عم بصير وليش سركان موجود هون؟ تفضل عود هون. اللي شو اللي عم بصير يا بايرة؟ احكي. سركان، سركان قتل واحد. شو؟ شو؟ يعني معقول ابني سركان يقتل حدا؟ سيد سركان، ليش قتلته لصالح شمشيك؟ صالح شمشيك؟ سيد سركان جاوبني على سؤالي، ليش قتلته لصالح شمشيك؟ ليش سركان لا يرتكب جريمة؟ مين قتله ليش؟ أمي، وقت شفته لهداك الزلمة كان حاطط المسدس براسها لأختي، يعني كان رح يقتلها.
أنا اضطريت مشان أحميها لأختي. ليش ما خبرت الشرطة فوراً وقت شفته؟ لأنه بهديك اللحظة ما فكرت بشي، بلحظة واحدة صار كل هاد. معناها ليش كان معك سلاح؟ سلاحي مرخص، بضل معي بالسيارة، أخدته بدون ما أفكر بشي أبداً. طيب خبرني لكان، شو علاقة الست هاندا بالضحية صالح شيمشيك يا سركان؟ شو كان بده منه؟ ليش كان بده يقتله بعد ما خطفه؟ ما بعرف. يا ربي يا ربي، بترجاك بترجاك ساعدني. انت بتعرفي يا ست هاندا؟ بتعرفي ليش خطفك وكان بده يقتلك؟ ما بعرف. هاندا فقد ذاكرتها يا سيدي، كانت مفقودة كذا سنة، ما بتتذكر شي عن هديك الفترة. بس نحنا منتوقع انه صالح شيمشيك كان له علاقة باختفائها كل هالمدة. كيف يعني؟ يعني يمكن يكون هو يلي خطفها كل هالسنين، وقت رجعت لعند أهلها لحقها وهلأ حاول إنه يقتلها. طيب في شي تاني بتحبي تقولي يا ست هاندا؟